مرة أخرى برحب بمعالي الوزيرة، سعيد بزيارتها، صديقة عزيزة، وتطلع للفرص القادمة للعمل معها. شكرا. شكرا جزيلا. أنا يسرني أن أكون هنا في القاهرة. شكرا جزيلا عزيز سيد سامح، أنا مسرورة لكوني هنا في القاهرة للمرة الثانية منذ بداية الحرب المريعة في غزة. مرة أخرى أنا وصديقي الوزير سامح شكري مسرورة أننا عقدنا هذه المحادثات المستمرة أو الدورية بعد زيارته الأخيرة لسلوفينيا. إن سلوفينيا تقدر دور مصر في التعامل مع الأزمة والكارثة الإنسانية في غزة. زرت بالأمس الهلال الأحمر المصري في العريش، وتوجهت أيضا إلى معبر رفح الحدودي. وقد كان من الصادم أن نرى أن المعبر الحدودي مغلق لليوم الخامس على التوالي. يمكنني القول أنكم تقومون بعمل استثنائي للأشخاص الذين يعانون في غزة. إن الجوع والمجاعة باعتبارهما وسيلة للحرب هما أمران غير مقبولين. من المهم للغاية أن تسمح إسرائيل بفتح الطرق الإنسانية وضمان أن الطعام والأدوية وجميع ضروريات الحياة تصل إلى الناس في غزة. إن استخدام المجاعة والتجويع كسلاح في الحرب هو أمر مخزي. إن سلوفينيا تدعم الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية، وجميع الأطراف عليها أن تدعم الأونروا في عملياتها المستمرة وتحترم حيادياتها ودورها الإنساني. منذ 7 أكتوبر العام الماضي فإن سلوفينيا زادت تمويل المساعدات الإنسانية الخاص بغزة حوالي 2 مليون يورو تم توزيعهم إلى الأونروا وبرنامج الغذاء والصليب الأحمر. وفي هذا العام خصصنا حوالي 500,000 يورو للأونروا، كما أن هنالك شحنتين للمساعدات المتوجهة لغزة في فبراير من هذا العام. ونحن أيضا نعتبر ونأخذ في اعتبارنا طلبا جديدا من الشركاء المصريين من أجل تخصيص مساعدات إنسانية جديدة، يجب اتخاذ خطة طوارئ من أجل توصيل المساعدات الإنسانية. فإن إسرائيل لا تنتهك فقط الأخلاقيات الأساسية، بل إنها أيضا تنتهك القانون الدولي. وكما ذكر الوزير فإن سلوفينيا دعت تكرارا ومرارا إلى إيقاف إطلاق النار واحترام القانون الإنساني الدولي. فبعد مقتل 35,000 مدنيا بريئا من بينهم النساء والأطفال، لقد رأينا تهجير الناس في رفح، والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة، ورأينا تهجيرا قسريا للمدنيين الأبرياء، وكلها تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. أكثر من 1,000,000 شخص يقعون تحت خطر المجاعة، ويجب أن يكون وهنالك أيضا خطة إسرائيلية متعلقة بتهجير المدنيين، ونحن ندين ذلك بشدة ونطلب من الإسرائيليين مرارا وتكرارا ألا يستمروا في ذلك، لذا توقفوا عن القيام بذلك. إن إسرائيل أيضا عليها أن تقف التوسع الاستيطاني وكذلك الإخلاء، ويجب أن يكون الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم مسؤولون عنها. أنا مصدومة أن حوالي 103 صحفيا حتى اليوم، وهي تقارير من صحفيين بلا حدود، قد فقدوا حياتهم على مدار 5 أشهر الأخيرة، وهم يؤدون عملهم وهم ينقلون ما يحدث في غزة، وينتقل الصحفيون الآن خارج رفح. هذا أمر بالطبع غير مقبول. إن سلوفينيا
تدين الهجمات الإسرائيلية ضد رفح وتطلب من إسرائيل التوقف عن هذا الأمر. وبما أن إسرائيل قد قررت البدء في هذه العمليات فعليها أن تتوقف حالا. هنالك أيضا مبادرة لحوارات السلام وهو أمر مهم، وذلك لمنع توسع الصراع في المنطقة. وإن سلوفينيا ترى أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس لم تمضي قدما، بل وأنها توقفت. أيضا أدعو إلى أن مصر تحاول أن تلعب دورها الفعال كوسطاء، وأنا آمل أن هنالك مزيد من المفاوضات لضمان استمرار مباحثات السلام. إن الهدف الأساسي، أنتم تعلمون أن الحكومة سلوفينيا هذه الأيام أطلقت إجراء لاعتراف بفلسطين، والهدف الأكبر يجب أن يكون أن هنالك حل الدولتين مع التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يوجد خطوات مهمة، واتخذنا خطوة مهمة هذا الأسبوع في لوبيانا في عملية الاعتراف بفلسطين. فالخميس الماضي أطلقنا إجراءات للاعتراف بفلسطين، ونريد أن يكون ذلك مستوى آخر من الضغط لإنهاء القتال في غزة. نحن ندعو إلى ضبط النفس وتوقف عن التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتدام. إن سلوفينيا تشارك المسؤولية الجماعية للاستجابة للأزمة والاحتياجات الإنسانية للأشخاص المتضررين، ونحن نقوم بقصارى جهدنا لضمان ذلك. وكما ناقشت مع السيد الوزير في أن العمليات الثنائية بين البلدين، ودعوني أقول أن هنالك تعاون رائع بين مصر وسلوفينيا، فإن مصر تعد أهم شريك لسلوفينيا، ولدينا علاقات اقتصادية وثيقة، وهنالك اهتمام مشترك في سلوفينيا والشركات بها من أجل تحسين التعاون في الهيدروجين الأخضر والزراعة واللوجستيات والنقل وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك. كما أن سلوفينيا تعمل على التعاون الدولي من خلال عدة مشروعات في مصر، مثل إعادة تدوير البلاستيك في جزيرة كورساي، وكذلك مشروع تمكين الأسر من أجل مكافحة الأمور السيئة مثل عمالة الأطفال، وكذلك دعم الأنشطة المولدة للدخل. أنا أطلع إلى مزيد من المشاريع المقبلة في الأعوام القادمة.